مرحبا، برحب فيكم بحلقة من حلقات مطبخ كوكانديت، موقع التواصل الاجتماعي للمطبخ العربي. أكلتنا لليوم هي باذنجان بالبشاميل. لهالطبخة بدنا حبتين باذنجان مقطعين رونديل ومقليين، بدنا 200 جرام جبنة فونديل أو موزاريلا، بدنا 3 أكواب من الحليب، بدنا كوب من المي، زبدة معلقة كبيرة، طحين 3 معالق كبار، ربع كباية زيت، جوز الطيب رشة، بهار أبيض رشة، بدنا للصوص بصل مفروم ناعم 3 بصلات، تقريبا 300 جرام لحمة مفرومة، فيها تكون غنم بس أنا بفضل تكون بقر، دهن كتير قليل، بدي زيت للقلي، فلفل أسود، 2 معلقة صلصة البندورة، بدنا مكعب ماجي، بهارات مشكلة أو 7 بهارات، وأخيرا ملح. هلا بهالوقت هذا بدي بلش باللحمة، نقليها، نحط أول شي الزيت، بننزل البصل لحتى نقليه بهالشكل هيدا، نعوزه كله، هلا نفس الوقت فينا ننزل الزيت هون ليحمى لحتى نبلش بصوص بشاميل، بننزل معه الزبدة، البصل لازم يشقر معنا هون قبل ما ننزل اللحمة، لحتى يكون مستوي مزبوط وناخد طعمة واللون اللي بدنا اياهم. منجيب شيط خفق، هون الزبدة والزيت بلشوا يحموا، هي البشاميل عبارة مثل ما حكينا بحلقات سابقة، عبارة عن رو بننزل له شوية مي شوية حليب ومنعقده. الرو هو زبدة وطحين قد بعض، أو فينا نستبدل الزبدة بالزيت، أو مثل ما عملت هلا اثنيناتهم سوا. هون الزبدة دابت، بننزل كمية الطحين، بنحرك حتى ما يكبتلو معنا هيك، تمام. بدنا نضلنا نحرك لمدة 3 لـ4 دقايق لحتى يستوي الطحين، نقدر نكفي طبختنا. بهالوقت هيدا بدنا نقلب البصل، هون فينا نزيد رشة صغيرة من جوز الطيب ورشة بهار أبيض اللي بتلبق كتير مع صوص البشاميل ومع هاي الوصفة، وشوية ملح. هون الطحين بلش يستوي، في اللي بحب ما يعمل بشاميل بهيدي الوصفة يحط زبدة مع ملح وبهار أبيض وجوز الطيب ويزيد عليها كريم فريش ويعقدها، بتطلع معه دسمة وطيبة كمان. هلأ هون نزيد الحليب شوي شوي، بدنا ما ننزلهم دفعة واحدة حتى ما يكبتل معنا،
نرجع ننزل شوي. هيك صار البشاميل عنا جاهز. اللي بحبه خفيف شوي فينا نزيد شوية مي بنحرك. وهلأ متركه 5 دقايق لحتى يغلي. بهالوقت بكون قلينا البصل لحتى يشقر. وهلا شقر البصل معنا، صار وقت ننزل اللحمة. هاي اللحمة تاخذها كلها. هون اللحمة بدنا نبلش نعطيها السيزنينج تبعها، شوية ملح بدنا نعطيها، بهار أسود رشة، وبهار مشكل كمان رشة، ونقلبها لتنشف مية اللحمة وتبلش تستوي معنا. بهالأثناء خليني شيل هيدولي من هون. منشوف البشاميل. البشاميل خلصت، جمدت معنا. رح طفي الغاز عليها. ونخليها هون. اللحمة بلش يتغير لونها مثل ما شايفين. صار فينا ننزلها مكعب الماجي. وهلا بعد ما استوت اللحمة صار وقت ننزلها معلقتين الصلصة. بدنا نقلبهم شوي، نزيد لهم مي، ومكفي طبختنا. شوية مي لحتى يصير عنا صوص. بهالطريقة كل خواص اللحمة اللي بالمقلة أو الطنجرة عم نستعملها رح تصير عنا بالصوص مع اللحمة. بهالطريقة بنقلبها. إذا ملاحظين صار لونها أحمر، اللحمة مستوية، البصل عنا مستوي. هيك بتكون صارت الحشوة جاهزة. بنطفي تحتها. خلينا نبلش هلا بطبقنا. بدنا نستعمل بيركس او حيلا صينية. نلبس كفوف. اول شيء نعمله بدنا نجيب صوص بشاميل، حطه هون.
هاي طريقتها مثل طريقة اللازانيا، شوية بشمال بالكعب عالصينية كلها من تحت، نرجع بدنا نصف الباذنجان، بدنا نصف الباذنجان بطريقة انه ما يكون عندنا فراغات، لانه بدنا نسكب حشوة اللحمة بالنص. هلا انا فيي اعملها مش طبقتين، فيي اعملها ثلاث طبقات او اربع طبقات، يعني حط ارجع باذنجان، ارجع حط حشوة لحمة، ارجع حط باذنجان، غطيها بصوص بشاميل وجبنة. هون رح نعمل بس طبقة وحدة، حشوة وحدة كلها هيك لحمة، توزع على الكل مزبوط. شيل هاي على جنب، بدنا نصف الباذنجان بهالطريقة لحتى يصير عنا طبقة تانية، ونغمرها بصوص البشاميل بهالطريقة. أكلتنا طيبة، شوي دسمة بس بنفس الوقت منغير شوي عن اللازانيا بهالطريقة. هون بدها شوي بعد، نرجع نستعمل جبنة الموزاريلا أو الفونديل مبروشين، فيها نخلطها شوية جروير أو شوية بارميزان تشيز مثل ما منحب. هون عنا أهم شيء ننظف داير من دار، لأن هيدا بس يفوت على الفرن بده يحترق. نشيل هودي لهون، نفوتها على الفرن لمدة تلت ساعة لنص ساعة على درجة حرارة 200 حتى تستوي وتاخد لون الجراتان. صار فينا نشوف هلا الجراتان عنا، مرق عليها بحدود 15 دقيقة، أخدت لون حلو تمام. هذا الجراتان بنقدمها بهالطريقة، وألف صحتين.